السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من الرياضيزيا. هنتكلم النهاردة عن الديفرنشال ايكويشن، ودي يعتبر من اولى حلقات البرنامج في كونتنت بيتشرح. اكيد طبعا سمعنا المسمى ده كتير، بندرسه في مجالات كتير جدا، ممكن ما نكونش فاهمين فايدته ايه عشان بنخش عن طريق الماثماتكس على طول، لكن هو الموضوع لا غنى عنه، عمود اساسي من عواميد الماثماتكس، سواء كنت بيور ماثماتكس او ابلايد ماثماتكس. الفيزيكس مثلا ابسط مثال، الار ال سيركتس او ريزيستور اندكتور سيركتس، دي بنعبر عن التيار اللي ماشي بمعادله تفاضليه، وليكن مثلا نيوتنز لو اوف كولينج، دي برضو بنعبر عنها بديفرنشال ايكويشن. سكوت اي جسم حر في الهواء، ده بنعبر عنه بمعادله تفاضليه. ده كل ده بكلمك على الاوردينري ديفرنشال ايكويشن. طبعا هنفهم يعني ايه اوردينري ديفرنشال ايكويشن، يعني ايه بارشال ديفرنشال ايكويشن، كل ده جاي تمام، بس بقول لك الفايده بتاعتها ايه، يعني موضوع مهم قد ايه تمام. وليكن في مجال الاقتصاد، علم توماس مالثوس اللي هو عمل مبدا التكاثر السكاني سنه 1798، عبر عنه بايه؟ الريت اوف تشينج اللي بابيليشن جروس عند وقت معين بيتناسب طرديا مع البابيليشن جروس، اهو ديت عبرنا عنها بديفرنشال ايكويشن. يعني الموضوع في مجالات كتيرة جدا تمام. تعالوا نخش كده ونشوف يعني ايه differential equation، ونخش بقى في الماثماتكس ونعرف الانواع ونركز مع بعض. يلا بينا نخش على جزء الماثماتكس. differential equations، كلمة equation دي اكيد عارفينها، يعني مثلا لو قلت 2x plus y equal 5 اهي دي كده equation، دي عارفينها x plus 3y equal 0 دي برضو equation. طب انا عايز اعرف بقى الكلمة الجديدة عليا وهي كلمة differential equation. يبقى كلمة equation احنا عارفينها، يبقى هي equation على الاقل هتلاقي فيها ترم فيه derivative لfunction، وفي نفس الequation ديت هتكون الfunction موجودة. وليكن مثلا كاتب لك كده dy by dx plus y equal 3. مطلوب منك بقى حضرتك تعرف لي الـ unknown function اللي هي معمول لها derivative. يبقى لما تيجي تحل الـ differential equation ديت محتاج انك تجيب الـ y. طب انا كده عرفت ان ديت differential equation، هل كده المسمى بتاعها صح؟ لا طبعا مش صح، او مش سليم قوي ديت. عشان تسميها بتتوقف على حبة حاجات، بتبقى عارف هل دي total differentiation ولا partial differentiation. لما اجي انا اكتب لك كده f of x equal x باور 3، واجي اقول لك اعمل لي دريفاتيف او اشتق لي الداله ديت، فانت طبيعي هتيجي تشتقها تقول لي اف داش، بس انا عايز اوضح لك حاجه، فهتقول لي دي اف باي دي اكس ايكوال 3 اكس سكوير. يبقى انت هنا عملت دريفاتيف للداله ديت عن طريق الاكس. طب افرض انا كاتب لك كده اف اوف اكس واي ايكوال اكس كيوب واي باور 4، بقول لك اعمل لي دريفاتيف للداله ديت، فانت هتسالني هنا هتقول لي اعمل ديريفاتيف ريسبكت تو ايه، بالنسبه لاكس ولا بالنسبه لواي تمام. لو انا هاجي اقول لك اعمل لي ديريفاتيف بالنسبه لاكس، اكيد مش هروح كاتبها كده بقى، مش هروح كاتب دي اف باي دي اكس، يبقى ديت تتكتب كده بارشال اف باي بارشال اكس، ده كده الكتابه الصح بتاعتنا جدا. وفي الحاله ديت طبعا هتثبت الواي باور 4 وهتعمل ديريفاتيف للاكس كيوب، يبقى 3 اكس سكوير، يبقى ده كده ايه partial differentiation. انما دوت كده total differentiation. لكن لما دي بيكون total differentiation بنقول احنا بقى ordinary differential equation اللي هي معادله تفاضليه عاديه، انما لو فيها partial differentiation بتتسمى partial differential equation. يبقى ديت كده ordinary differential equation تمام. بنختصرها بالمنظر ده ordinary differential equation تمام. محتاج تتأكد من حاجة كمان وهي درجة الكام، ودي سهلة جدا، بتبص لأعلى ترم فيه derivative. هنا مفيش إلا ترم واحد فيه derivative والتفاضل من الدرجة الأولى. لما أجي أنا أكتب لك كده dy by dx plus 3y equal x cube، يبقى ديت كده تتسمى إيه؟ دي تتسمى first order ordinary differential equation تمام. طب جيت كتبت لك كده d2y by dx square plus dy by dx، وسأجيب لك هنا ثابت وهنا ثابت، زائد cy equal e power x، دي تتسمى ايه؟
دي انت هتسميها لي ديفرنشال ايكويشن. بص بص ركز معايا في الحته دي، يبقى ديفرنشال ايكويشن هتيجي تبص هتلاقي الترمات ديت توتال ديريفيتيف، فهتقول لي اوردينري ديفرنشال ايكويشن. تمام جدا، بص بقى ركز في اللي انا هقوله. هتبص لاعلى ديريفيتيف هنا هتلاقي من الدرجه الثانيه، فانت هتقول لي سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن. ديفرنشال ايكويشن هل كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. تبص على كل كوفيشنت من كل ترم هل هو كونستانت ولا لا. هتبص انا هنا الاي والبي والسي بقول لك كونستانت، فهنا هتقول لي دي كده سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن وذ كونستانت كوفيشنت. محتاج حته كمان، بص للرايت هاند سايد هل هو بزيرو ولا مش بزيرو. لو الرايت هاند سايد بتاعك بزيرو بيتقال عليها هوموجينيوس، انما لو نوت ايكوال زيرو بيتقال عليها نون هوموجينيوس. تمام، يبقى المعادله ديت كده لو عايز تسميها يبقى نون هوموجينيوس سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن وذ كونستانت كوفيشن. اخر حاجه جيت قلت لك كده اكس كيوب دي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس واي ايكوال كوزاين اكس. تمام، يبقى ديت كده سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز. تمام، واكيد الريتن صار نوت ايكوال زيرو فتقول لي نون هوموجينيوس. تمام، ويز كونستانت كوفيشنت ولا فاريبل كوفيشنت. هتبص على كل كوفيشنت هنا اكس كيوب هتقول لي اخلص منه، هتيجي تقسم عليه هيدي لك هنا اكس اكس باور نيجاتيف 3، فمش هتخلص منه، يبقى ديت كده ويز فاريبل كوفيشنت. طب لو اخر واحده لو جيت كتبت لك كده بغض النظر اللي هي معادله شهيره وبتتسمى الويف ايكويشن، هي بارشال ولا توتال؟ هي بارشال ديفرنشال ايكويشن واكيد من الدرجه الثانيه. تمام، بس هنا اليو ديبند اون الاكس والتي. لو جيت كتبت واي ايكوال اي باور 2 اكس كيوب وقلت لك اعمل ديريفيتيف للداله دي، هتيجي تقول لي دي واي باي دي اكس ايكوال ايه؟ الاي بتنزل زي ما هي 2 اكس كيوب، هتمسك الباور 2 اكس كيوب تيجي تعمل له ديريفيتيف هيديك 6 اكس سكوير. طب واحد يقول لي طب ما انا ممكن اشيل دي واروح حاطط دي تاني، فهتبقى 6 اكس سكوير والواي زي ما هي. يبقى انا كده وصلت ان الدي واي باي دي اكس ايكوال 6 اكس سكوير واي. خبي بقى الكلام اللي انت كتبته ده كله. تمام، اهي ديت كده ديفرنشال ايكويشن ومحتاج اجيب الانون فانكشن. يبقى كده احنا لسه مخلصناش، طبعا احنا لسه في البدايه، عرفنا يعني ايه ديفرنشال ايكويشن، عرفنا شويه من الانواع، محتاجين بقى نحل الكلام ده. نيجي لاخر فقره جماعه معانا، وهنحاول ان شاء الله نخلي الفقره ديت ثابته في كل حلقه، وهي فقره الكود. الكود بتاعت النهارده بتقول if you can't explain it simply you don't understand it well enough. يعني الحاجه اللي انت مش هتقدر تشرحها بسهوله او ببساطه يبقى انت لسه ما وصلتش للقدر الكافي من العلم بيها، او بمعنى صح مش فاهمها كويس. تمام، طبعا الكود ديت لالبرت اينشتاين او البرت اينشتاين. وفي هنا برضو اختلاف بيحصل ما بين الناس، انها بتفكر ان الطرف التاني ليه دخل في الموضوع ده. اتوقع انها متحملة على الشخص اللي بيقول المعلومة، الشخص اللي بيقول المعلومة واقتناعه الكامل انه قالها بكل سهولة وبكل بساطة. ياما ناس ممكن تقولها معلومة بسهولة بس محتاجة برضو شغل اكتر. تمام، ان شاء الله يا جماعة معادنا يوم الثلاثاء الساعة 6 وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.